يسأل عن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استغسلتم فاغتسلوا. يعني إن ظن أحد بك أنك أعنته، أصبته بعينك، وقال لك توضأ وأتني بمائك، أو اغتسل وأتني بمائك حتى أصبه على نفسي، لأنك فلا تتردد. فإذا طلب منك ماء الغسل أو ماء الوضوء فأعطه لمن طلبه منك للحديث: إذا استغسلتم فاغتسلوا.